انت دلوقتي عندك ماتشين، عندك ليبيا اللي هو مفروض بكرة، وعندك الجمعة تونس. طيب بكرة ده بالظبط. انت اولا ال 17 لاعب المصابين هل هم من اللاعبين الاساسيين ولا ايه؟ يعني لو لعبت من غير اللاعبين دول؟ يعني انا عايز اقول ان يعني طالما جه تونس يبقى هو من القوام الاساسي لمنتخب مصر، يعني مش عايز اقول ان في لعيب طبعا اساسي لعيب احتياطي، بس يعني انا فاهمه، بس بالتحديد تبقى تشكيل التشكيله ال 17 يعني. لاعب، ال 17 لاعب استاذ رامي هم القوام الاساسي لمنتخب مصر، يعني ده القوام الاساسي. يعني يعني هي دي صدفه غريبه جدا ان والجول 17 كيبر لاعب دول وكمان القوام الجون الاساسي لمنتخب. والجون كمان اثنين جول كيبرز عندهم. اتنين، عندك واحد تالت احتياطي. عندنا احنا كنا عاملين حسابنا وكابتن ربيع كان جايب اربع حراس مرمى عشان يعني تجنبا ان يكون في اي حاجه. بس طبعا عندك اتنين اساسيين. عندي في حارسين موجودين عندهم بوزيتيف وحارسين نيجاتيف. يعني قصدي رقم واحد واتنين في الترتيبه، يعني بتاعت الشغل في الترتيبه بتاعت التشكيله، رقم واحد واتنين هم اللي مصابين؟ يعني بلاش السؤال عشان بس ما يعني طيب ماشي الناس هيبقوا عارفين مين خلاص. واحد طيب واثنين، هيتعرف الاسماء مين، فانا مش عايز طيب يعني احنا اعرف عايزين بس الصحه دي. نطمن الاهالي. طيب هم صحتهم يعني، انت في اعراض، حالتهم ايه، نفسيتهم ايه؟ بص طمن انا يعني الاهالي. مجرد ما عرفت يا استاذ لميس بالخبر على طول تم عزل، يعني خرجنا اللعيبه اللي هم النيجاتيف من الغرف اللي هي كانت مع اللعيبه المصابه، وتم عزلهم في الدور لوحدهم، هم موجودين لوحدهم اللعيبه اللي نتيجتهم سلبيه ال 11 لاعب، بقيه اللعيبه موجودين في نفس الغرف، كل لعيب لاعب في غرفه، وبيجي لهم الاكل على الغرف، بيجي لهم الميه، كل حاجه، الادويه، بروتوكول العلاج بيتوزع عليهم من خلال الدكتور وليد منظور طبيب المنتخب. و هل ده يعني على طول المدير الفني للفريق ابتدى يفكر في بلان بي اللي هو معيش دول، يعني معيش في احتمال اضطر العب مثلا لو في مثلا منهم 3 4 طلعوا نيجاتيف هضطر العب، لو اقل من 15 واللائحه اللي بتقول دي؟ لائحه الكاف يا استاذ الهيز بتنص الكاف مش في بطوله تصفيات امم افريقيا بس، لائحه الكاف لكل افريقيا كل البطولات بتنص على ان 11 لاعب زائد 4 احتياطي تقدر تلعب مباراه. فاحنا عندنا 11 لاعب بس ما عندناش 4 احتياطي، فاكيد مش هنقدر نلعب الا لو كانت نتيجه المسحه اللي اتعملت الثانيه النهارده ان شاء الله تطلع نتيجه سلبيه، نقدر ساعتها الكابتن ربيع يقدر يفكر ايه اللي جاي يعني. بس في جميع الاحوال انتوا لازم تقعدوا لحد تونس، لحد يوم الجمعه. لا ده هو البروتوكول هنا كمان بيقول اللي يجي له اللي بيبقى عنده كورونا يقعد 14 يوم في تونس بالظبط. فهتقعدوا ال 14 يوم، افرض لا قدر الله طلعوا بوزيتيف، هتقعدوا ال 14 يوم. ده بقى هيبقى قرار طبعا اتحاد الكوره، ولا طلبتوا طياره يعني تيجي تاخدكم ولا ايه؟ وكان في انباء انكم طلب انه لو كملت كده هتطلبوا طياره تيجي تاخدكم. طيب لا، لم يتم طلب اي طائره خاصه لعوده منتخب الشباب، والكلام ده احنا نزلناه على موقع رسمي للاتحاد ونزلناه في الاخبار اللي تنزل على كل المواقع. يعني اتمنى السلامه للجميع، احنا طبعا هنتابع وكلنا قلقانين على الشباب اصلا، يعني قلقانين عليكم يا وليد اصلا، يعني غير الماتش وطبعا مستغربين وفي حاله ذهول زيك بالظبط، يعني 17 بصيت على الرقم. انا حاسس بال 28 او بال 30 28 اسره اللي طبعا على اولادهم بنطمنهم عليهم، وان شاء الله ما فيش اعراض على اي حد خالص. كان في عرض واحد بس وتم عزله في غرفه من 3 ايام، لكن حاليا ما فيش اي اعراض، اللعيبه كلها اتمرنت امبارح يا استاذ رميس تدريب في منتهى القوه والحماس، كانوا كلهم رغبه في ان هم يلعبوا مباراه بكره امام ليبيا، وكان عندهم يعني روح غير عاديه، وكان في تفاؤل جدا بين المنتخب، لكن الخبر يعني طبعا فضلنا بس احنا بنحاول ان احنا يعني نخلي نهدي الدنيا ونطمنهم، والمسحه ان شاء الله الثانيه ان شاء الله يكون العدد اقل من كده بكتير ان شاء الله. وبشكر طبعا يعني تدخل معالي السفير ايهاب فهمي ان هو يعني من اول لحظه احنا وصلنا المطار لحد دلوقتي اتصالات كل يوم معانا، وكان اطمن كمان على كابتن ربيع ياسين في التليفون ان شاء الله الف سلامه حوالي ساعتين، وراجع يعني قمه في التحضر والذوق بصراحه يعني.
ألف سلامة ليكوا يا وليد وكل الناس وكابتن ربيع وكل الشباب، ويا رب يكون يعني ساعات المساحات دي بيبقى فيها أخطاء، وساعات لما بتعمل دبل بي سي آر بيبقى المسحة بتطلع نيجاتيف. ألف سلامة عليهم يا رب يطلعوا بخير ونلعب الماتشات، وألف سلامة على الشباب. طبعا صدمة لازم أقول.